على أبواب المدارس، كلما تعلمت في حصة وخرجت منها قل رب زدني علما، كلما قرأت صفحة من كتاب قل رب زدني علما، كلما قرأت صفحة من القرآن قل رب زدني علما، كلما شاهدت مقطعا دعويا أو مقطعا علميا قل رب زدني علما، وبالعكس كلما واجهت صعوبة في فهم مسألة أو حفظها قل رب زدني علما. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاستزادة من شيء أو بطلب الزيادة لشيء إلا العلم، وقال وقل رب زدني علما. فأنت ردد هذا الدعاء، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين.